ما هو فضل صيام 6 من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم 6 من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام 6 من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام 6 من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على 6 من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام 6 من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم 6 من شوال مع القضاء، تقدم 6 من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.